السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخوة الكرام، عدنا بفضل الله والعود أحمده. معكم أخوكم سيد المولود. الأخوة الكرام، أنا عندي مداخلة شوي، طالب منكم كامل جزاكم الله خيرا تبارتاجوا هذا الفيديو. اتضح رئيس الجمهورية محمد الشيخ قزواني متبارك يجمع الموريتاني وعماله ما يطبقوا تعليماته، وهي مشكلة موريتانيا. قلنا لكم من الأزمة أن يعود الرئيس ما يطبقوا تعليماته، تعود هاي كارثة دولية حقيقية. اتضح قضية السجن العمدة السابق في بوتينيميت، اتضح أن فم أيادي تابعة لإدارة أمن الدولة وتابعة للمخابرات، ما دور استقرار البلاد ولا دور استقرار العباد. وبالتالي أنا هون طالب باستقالة مسقار ولا قويزي مدير لمن وإقالة ولا أحمد عيش شفت التماجر جندرميري، بيلي للأسف الشديد ما معدين شغلتهم، لونهم معدين شغلتهم. هذا نفس الشيء موريتانيا وقت جابر فيه العافية قبل صربوا فيديو محمد الزين والقاسم، فيديو محمد الزين والقاسم تسريب مخابراتي بحت من أجل إيش؟ من أجل الفتنة والتفرقة. يلا رئيس الدولة ما ينحبس حد على كلمة قالها بلسانه، ما يلا حد ينحبس عليها ولا يلا يوقف عليها، وهو هون نجح. وبالتالي أنتم هم تصنعوا المتطرفين، وأنتم هم تصنعوا الناس. وبالتالي احنا كافينا من صناعة المتطرفين وصناعة الفتنة. راكم كل بليد درتوا في شو البيضان عادوا متطرفين، والمعلمين عادوا متطرفين، والكوار متطرفين، والحاطين متطرفين. وبالتالي هذا ما يخدم المصلحة العامة ولا يخدم للسكينة. خلوا الرئيس اللي متبارك الموريتاني معارضته موالاته يجروا تحته، والناس كاملة جابت لي خلوه له بعد على الأقل دقيقة، على الأقل يجبر فيها دقيقة واحدة فيها العافية، قد من انت يتحرك جروا له مشكلة. وبالتالي أنا هون مطالب بإقالة الجنرال مسقار والقويزي، ومطالب بإقالة شيف داتا ماجور ولا احمد عيش للجندرمري. هذه هي الحقيقه اللي راني، لان ما معدن شغلتهم، لو ما عدن شغلتهم ما ينحكم صاحب البوتينيميت. وراني شاكر البوتينيميت تضامنهم مع ولدهم، وهذا انجاز نبيل ويذكر فيشكر. ويلا الموريتاني كامل يقولوا نفس الشيء. وبالتالي الموريتاني قد يحكمها ويخاويها، اللي قالوا القانون، اللي قالوا الوحده الوطنيه، ما يقدم كل ساعه فيها مشكله وكل عطاء قدم من انتهى. وهذا يخدم دول اجنبيه به، للدول الاجنبيه ما تبقي استقرار موريتاني، ومصنفتها دوله ما فيها حريات، ومصرفتها ما يدور قانون، ومصرفتها ان دولة عبيد، ومصرفتها ان دولة شرايح. وبالتالي هذا عادي يولد ان احنا هاولي باولادنا، عاد اولادنا متعقدين، عاد صراحه للامانه متعقدين من العبارات اللي قالوا لتركتنا، والعبارات اللي ربينا يربوا عليهم اولادنا. وبالتالي خلونا نشتغل بهدوء، وخلونا نشتغل بكرامه، ونشتغل بشرف. هذا ما يخدم المصلحه العامه. اذا عاد هذا يترتب عليه تدخل في الدوله، اراني مستعد ملي المساءله القانونيه. مطالب بقاله مسقار والقويزي، ومطالب بقاله جنرال شيف دو ماجور ولا نجاحده، والاسم الكامل مواطن موريتاني من درجه ثالثه قال سيدو المولود ولا نجاحده. والله ملي ادروا شغلتكم طريقه مضبوطه، ترصوا عنكم الناس ولا تحكمون الدمي على كلامها. هو من هو اللي فرق؟ تصنعوا 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 مشاكل بكم. كي يحكيكم لأليكس، كي يحكيكم ل تيجاني وان، كي يحكيكم اي مده، ما عنده مدافع، ما عنده مال، ما عنده شيء يسوي. شنو هو؟ انتم ما قد تعودوا، انتم تسرقوا مال موريتانيا وجاكم في تبرق زينه، وتقبلوا اولادكم اللي سراق ومقصر اعمار، وتعدلوهم علماء وفقهاء، وتقدموا المشهد السياسي اللي يتكلم حد بلسانه، تقبلوا تعدلوا. هذا ما يجرى ما بالتفرقه. وهذا الرئيس الموريتاني اجتمعوا عليه كاملين، وانتم متباركين معاه الرئيس الطم الجابر. انا نقولها لكم، انا الرئيس الطم اللي اعوذ بالله، هذا الرئيس معاه مدة طلعك أطم الجابر اللا محيط اللي معاه والخلق اللي دعمه، وهو متبارك معاه يخسر عليه ما مخليش يدخل. هذه حقيقة نقولها لكم أنا، ما هي حقيقة. به اللي يقعد دولة فيها مديرين وفيها مخابرات يخلق فيها هذا النوع من المهزلات، معناها للأسف الشديد ما هي دولة. يقدر هي ما قلت دولة، به اللي دولة لين يعودوا فيها المتلونين هم الحاكمينها، حتى هم اللي متلونين ما عادوا عليها ولا عادوا رجال ولا عادوا بينه. وبالتالي هذه كارثة، كارثة يا جماعة الخير، هذه كارثة وما تخدم المصلحة العامة. يا الناس، هذا ما يخدم المصلحة العامة، ولا يخدم الاستقرار، ولا يخدم السكينة، ولا يخدم شيء سوى. شنو؟ ابنوا مستشفيات، ابنوا مدارس، ادروا بنية الوحدة الوطنية. يقعد كل ساعة توخذوا لنا لقاش انه متهم محكوم على طائفة. رانا احنا كاملين طالبين بدعم الحراطين، وفا ومطالبين بدعم الكوار، ومطالبين بدعم البيضان، ومطالبين بدعم الزناقه، ومطالبين الناس كامله، بين الموريتاني خاليين كاملين. هذا ما يتواسى يا جماعه، يا جماعه هذا ما يتواسى. صناعه هذا الواحد اللي فيه الدوله، هذه عمليه مخابراتيه بحته، ياك تلهي بها الراي العام، ولا تخدم رئيس الدوله للاسف الشديد، ولا تخدم الساكنه، ولا تخدم الاستقرار، تخدم اجندات خارج البلد. وعمل هذوك هو، وعندنا عليه الادله وعندنا عليه البراهين. وللاسف الشديد نخبتنا مشاركين في اليوم هاولي جنيرو وتو فقط، والى اعزكم الله مطالب واعلن تضامني التام دون قيد او شرط مع المسجون
واللي صاحب المادي بالعمده السابق ولا نجاحده بيدرقاش قال كلمه بلسانه راه نحكم. هذا ما يتواسى يا اخوتي، هذا ما يتواسى ولا يخدم الدوله ولا واضح. ثانيا مالي البوتيني ميت، شاكركم يالتكم توقفوا مع ولدكم لين ينطلص بيلي. احنا ما جينا مصيبه ما هي مطبوخه معدله لا في ترازه، ما تخلق طبخه ما هي معدله في ترازه. وبالتالي يا ولاية ترازه، يا ولاية ترازه اوعوا وخلوكم من استقلال اولادكم، وخلوكم من استقلال الشرايح، وخلوكم من استراح استقلال هذا النوع من الامور للمصالح الشخصيه. وبالتالي مد هكذا لقاز على قال كلمه حاكم التجاني، وانت تجاني وانا قد عدل انقلاب، قد عدل زحزمت امن، قد عدل شيء. هذا تعرف ما يتواسى، هذا ما في شيء يخدم المصلحه العامه. برك اداره امن الدوله، يلا رئيس الدوله يبرهن قوته ويبرهن وجوده ويقيل هذول الجنرالات الاثنين، يقيلهم الين يقيلهم دور يعرفوا الدوله انه رئيس وانه حاكم. ما دام هؤلاء الجنرالات الاثنين ما انقالوا الدوله قاعد ما تصلح نهائيا. بي اللي ما هم عادين شغلتهم واحلين فيه، ولا هذا الواحلين فيه كري الاعلام ومدونين ومظاهرات وليزيون جي وخزعبلات ولا يخدموا المصلحه العامه فقط والى. وتهديداتكم مولي اللي راهي وصلتني انا ما قاني خايف من شي سوى شنو. واذا انحبست روحي عادي قط، لا حبس الموريتاني مالي بعد حابس واكل المال العام ولاني واكل ميزانيه قايل كلمه بلساني. والموريتاني اوعاو وحكم كاردان ديتاتكم لا تزرقوا، لا تزرقوا يا الموريتاني لا تزرقوا. هاو نواب البرلمان ما هم واحلين فيه ما هو كيل فوضتكم، لا تزرقوا لهم والعمد كيفتهم شي من السراق والمنافقين، ولا تزرقوا لهم عسكم منهم عسكم. ازرقوا كردان ديتاتكم ازرقوهم في النار احرقوهم، لا تزرقوا لهم المنافقين لا تزرقوا لهم. خلي الرئيس يعرف انهم شي منافقين وانهم ما عندهم شعبيه. ولو ان الرئيس ما عدل شيء حقيقي يقول له كله مشي ترشح وحدك هذا ما يدعمك، واللي معاه الشعب انا معاه هذا هو الصحيح. ويقول الناس كامله ترشح، اي حد يبقى يترشح ما هو من حزب يترشح. ندور نشوف هيك ساعه من عنده شعبيه الخليق، ما في حد عنده شعبيه شي من اللصوص وشي من المبنضيات ولا عندهم ما التملق، ويتقنون لعبه التملق والتلون هم اللي خلاونا. هذا الخليق هو الخليقه العشريه، هذا الخليق هو خليق الماموريه الثالثه، هذا هو الخليق خليق طعمه من جوع، هذا هو الخليق قدرات اللي طايع اللي ينتكلوا وقدرات. هذا الخليق طماره هو اللي كان يقول لعبد العزيز واقعوا 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 مالو اليوم اكاتيا هو المكن في عبد العزيز. هي مده مكنته في عبد العزيز اللي صانعها من الشارع شايت عدل القزواني. مده ما قدرت تقول مختار ودادا رحمه الله عليه يعني الله يرحمه اللي صانع لامه ولا قط عدل مشروع يسوى وشنو الى اليوم، مشروع عملاق ما عليه مختار ودادا بصمه مختار ودادا. وبالتالي هنا راي مرحمه للمختار ودادا هم شرفني الرحمه اللي الله يرحمه ويجاوز عنه. الاب المؤسس اللي اسس موريتانيا تحت خيمه ما لك والين دير صورته حاله ما يجبر لايك واحد. علي محمد فال رحمه الله عليه شفت له الصوره ما شفت له ورق لايك واحد ولا شفت حد رحم عليه. الخلق اللي كان يشتري تحته ما في حد رحم عليه، رحم عليه لا حد ما يعرفه. وبالتالي يا رئيس الدوله اس من هؤلاء المنافقين، يا رئيس الدوله هؤلاء الجنرالات وهؤلاء الوزراء ما هم عادلين اعمالهم. سيد الرئيس هؤلاء الجنرالات ما هم احلين فيه، هم الرؤساء ما هم احلين فيه، ما هو تفريق المواطنين وجبال مشاكل المواطنين وزعزعه الامن. وعادوا المواطنين، عادوا المواطنين كل يوم ورا يوم عادوا يكرهوا رئيس الدوله. هذا الرئيس اللي جمعوا عليه المعارضه والموالاه، الرئيس الوحيد اللي ما قد خلق عليه خلق جماعه ما عليه جميع. تعرفون المولود معاه واحمد دادا معاه ومسعود معاه وبيجل معاه ما جميل منصور معاه والتواصل معاه ولا بيبي معاه، ما خارق زعيم حزب ولا حد ما هو معاه يعدل له مستعد قاعد يعدل مبادره. والناس كامله جمعت له يقرها والناس ما هم خلينه يخلق عليه الاجماع، ما خلقوا لدعمه. قزواني اخطر اللي جابر، محيطه اللي جابر، محيطه اللي معاه محيط يلعق وخبيث وملعون. انا هو اللي قايل سيدي المولود ولاني خايف ولاني طامع. ما فضل الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يلا الموريتاني، يلا الموريتاني يوعاو ويعسهم التفرقه. هذا هو يصنع 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 ابطال الوهم. احنا عاقبنا برامه، برامه انجح بخطاب تطرف. ونين هو برامه؟ ولا معول عبد العزيز ومع قزواني ساعة وركاتي حالا هم اللي عدل السياسة. التطرف ما فيه فايدة، التطرف ما يخدم المصلحة العامة، التطرف ما يخدم ما هو بلجيك وفرنسا والمنظمات اللي تبتز موريتانيا والمنظمات اللي والشرايك اللي في كندا اللي عندها ذهب. فهمت قلت لكم؟ والبحبين منين هو؟ والبحبين ماله كان هون في امريكا وماله كان في بلجيك وفرنسا وكان فهمت تلقى شور بريطانيا وركاتي راه هو يلعب شور استرالي. وبالتالي هذا سيد السينما الموحول فيه للاسف الشديد. وبالتالي يالتكم يا الموريتاني توعاو توعاو، اخلاوكم اخلاوكم هاو الناس اخلاوكم. هذو الجنرالات اللي ما فيهم حد محصل خط
ما عرفت ناظرهم، حصرتهم المرأة ولا محصرتهم وساطة، ما فيهم حد صالح العاد والعبادة، خلاوا البلاد والعباد ودمروها، وانتشر فيها للأسف الشديد التملق، وانتشر فيها امثال قد سمعتوا مده تنفع جاي المبادرات معدلهم من جيجا ومن ماني انا وشو شنو وبوق واخيرته وتدراتك زينه وانت هذا ترى هذا ما يخدم المصالح العامه ولا يبني الدول. الدول محتاجين كرامه، محتاجين هيبه، محتاجين لغه القانون تتجسد، محتاجين لغه العداله تعود موجوده، محتاجين المواطن يعرف قيمته، يعرف انه عنده دوله. المواطن اليوم موريتاني بطوه بوليس وبطوه جندرمري وبطوه امن الطرق يقلعوا منه فضاء، ما يخضع لوراج من البوليس ولا امن الطرق ولا جندرمري ما يقلعوا منه 1000 ولا 2000 ولا 3000. المواطن متمرد عاد، المواطن متمرد، والرئيس يلا ينضم للمواطنين، يلا يعود مع زل المواطنين، ذاك اللي يبقى المواطنين يعود يبقيه، وذاك ما يبقى المواطنين يعود عايش دوله ما يبقى، يلا عايش دوله، يسوي المواطنين كانوا يبقوا هذا النخب، كانوا يبقوا هؤلاء العمد، كانوا يبقوا هؤلاء النواب، كانوا يبقوا هؤلاء الجنرالات، أو الجنرالات ما هم أحلى في ماونا بالمال العام، وين تتكلم يسرقوك في الحبس، والله يكرر عليك مدون، والله يكرر عليك واحد يقول لك أنا سالك في الدين، أنا قاعد أتسال الدين، أنا عيب، أنا عيان هذا قرقان في يدين تسال فيه شيء زايد على 400 مليون، أيوه إيش قاعد فيه؟ الدين أنا عيب. إني يعطيني مولانا الشباب تخلصوا الدور خلصوا، ولين ما يعطيني مال أكبر قد تفو بيه، نعود سالك فالت الدولة. تفو بيه نعود موظف للدولة ولا عدلت مهامي. تفوبي عود موظف للدولة وجرت مهامي سوء تسيير. اني انا اطمح عود عندي مشاريع ونخدم وطني ونخدم ونعدل مشاريع ما معدل حد نخدم بوطني، هذا مش شرف ما هو عيب. والرئيس قلت حد يتفاوض معاه ويتقعد معاه ويقول يبغي يقول بطريقه محترمه ونبيله، ما فر علي يعود من حزب ليبر، وبالتالي الهامكم ما يصح الموريتاني اطلبوا لا من الرئيس، وقفوا مع الرئيس وساندوا الرئيس ومشيوا طلباتكم على المظاهرات، اطلبوا الرئيس وافتصلوا عنكم على النواب العمد وافتصلوا عنكم على الحزيبات، او الحزيبات هم اللي خلاكم ودمروكم. اعزكم الله جزاكم الله خيرا، وشاركوا الفيديو، وراني ما نجحت ولا نجحت انا منهم، انا طالب باستقالة مسقار والقويزي مدير الامن، وطالب استقالة ولا احمد عيش، ومطالب مولي باستقالة صاحب بت بلي الفتنه وزعزعه الامن، هم اللي عدلوها. وجا دا بريف بارسا كيري عود خارج عند دكتور دي سيريتي، وعود خارج شيف دو ماجور وجندرمري مخابرات، هي تم مخابرات تعود توحل تحت تحت تحبس النوع من الخلق. هذا شنو؟ دول تصرف ميزانيه على نوع الخلق. انت ما له عنده ميزانيه تصرفها بلا حدود على لا سيكريتي وعلى الحوزه الترابيه وعلى الامن العام، اللي يعودوا يعدلوا النوع من السينما. هذا ما رصيد السينما، هذا سيد السينما، واخراجه رديء مليا، اخراجه رديء وركيك الى اقصى درجه. هذا ما يتواسى، هذا ما يتواسى. او فاهم القوميات او فاهم الشرايح، خلوا موريتانيا ينجوا، خلوا موريتانيا يشتغلوا، تحاملوا على حد وحلوا في شيء صالح، عدلوا حد جيب من تماته، عدلوا واحده من بيتير، عدلوا صبع من كاروت، عدلوا كاس من اللبن، عدلوا شيء يخدم الوطن، ابنوا مستشفى، ابنوا جامعه، ابنوا روايه يسوى شنو هي، عدلوا مصنع للدواء، عدلوا مصنع للدواء يا اخوتي، مادة ما تتنشي يسوى شنو، ما فيها مصنع شيء يسوى شنو، احلوا شيء يخدم الوطن، احلوا شيء يعود انشاء بالعين مجرده، ما يعود مشاريع وهميه وكذب، لكن هاي ميزانيه تصرف ان هذا بنادم، هذا بنادم حبسته الدوله مرزي منه بيد الدوله، لا يتوكلوا ولا يتسقيه ولا يتوحل في امنه ولا يجوا ذاك المنظمات يعود سكين وسجل راي، وهذا ما يخدم رئيس الدوله، ورئيس الدوله كيف انه جاي حالا وقال الدولة موريتانيا فيها حرية الرأي وحرية العدالة، وهذا مخالف تعليمات رئيس الجمهورية، مخالفها تماما. ورئيس الجمهورية أطم الجابر لا جنرالات ووزراء، ورئيس الجمهوريه قايلها لك انا سيدي المولود، اعرف ان فحلين ما ينهدوا في بلاصه، يا رئيس الدوله فحلين ما ينهدوا في بلاصه، ما خالك حد قط هد فحلين في بلاصه وجبر شي، حد قبض جمال يخسر، لا يحصل لك ما يحصل له شيء سوى شنو، وبالتالي رئيس الجمهوريه يلا يقبض قرارات حازمه ويضرب بيد من حديد على هاو اللصوص. المال العام وهو الجنرالات اللي عدلوا السياسة بمال الشعب ويتفخروا علينا، موريتاني مالي يستحقوا هذا، موريتاني انتم يجيكم واحد سارق وكان بيو وميمته متضايقين عليه دار من السنك تاريخ مليون و500، وعود بوه خلى قويره مدقدق راسها وزايله قالبها القيام ومدقدق جخها مارق، يصبح مع صباح راك بوته ب 80 مليون يصبح يعدل السياسه، وبالتالي الموريتاني لا توقفوا لكاله المال العام ولا تقيسوهم ولا تجروهم شر ديارهم، يا الله تنبذوهم، ما يعودوا يتفخروا علينا، يعودوا يتكلموا بالمثل والقيم وهم واكلين المال العام، حد يوكل المال العام ما يلا عاد السياسه ويلا يموت. حتى اولادهم خير منكم انتم الشعب الموريتاني، انا قلبي نجبر حد واكل مال العام نجبر ولو ما قال لي والدي سريري عنده فلط الدوله. وانتم المنافقين بيك تلو دروير في 2000 متاعين تجروا تحتهم، لا تجروا تحت المنافقين قصر اعمارهم ان شاء الله، هؤلاء الناس واكل المال العام اتفوا بهم ولا يقرب منهم ولا فيهم خير، اللي راجي مع مولانا يصب عليهم.
يصب عليهم عذابه في الدنيا وفي الاخره، وينعتنا فيهم المصايب في الدنيا. يا ربي وقت ذا قادر على كل شيء قدير، ولا عاد تاخرتي سالكه، ها والناس توكل مال عام، انعتنا فيهم قدرتك، انعتنا فيهم المصايب، ومدهم بالفضاحه، ومدهم طول العمر مع الامراض، ومدهم بالاوجاع يا ارحم الراحمين. الله احد ما ينفع الوطن ولا يخدم الشعب، يعطيه الامراض. انا ما عندي ما هو الدعاء، عندي لا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الايمان. انا ذراعي ما هو معلوم ضعيف، وقال بعد على الاقل قلبي ما عنده مشكله، قال لساني بعد لا ينقول فيه، ذا الواضح لي انا، ذا الواضح لي لا ينقوله، ومع ان الصواب يحتمل الخطا والخطا يحتمل الصواب. اتفو بالمتملقين، واتفو بحد يدعمهم، واتفو بحد يساندهم. الله يريحنا منهم ان شاء الله. اعزكم الله، شاركوا الفيديو، لعل بعض يقول واحدين ان بعض خايفين ولا طامعين، ولا ندور الروايه عن تحدي يسوي منهم، ندور لا نشتغلوا بعرقه نظرنا ونقول للواضح ان حبسه العمده السابقه ابو تلميذ ما تخدم الاستقرار ولا تخدم الدوله، ولا يعدل ما واحد جاهل والله ملي عميل يشتغل ضد الوطن. هذا قايل وانا سيد المولود ولا نجاحده. وعزكم الله.